بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله. بسم الله الذي تحيرت الأفهام في قدرته وتطلعت النفوس إلى حمى طاعته وأسكرت القلوب بكأس محبته. صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. اللهم صل وسلم وبارك على رمز الكمال وكمال الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين يا رب العالمين. أخوة الإيمان والإسلام، من الصرادق المقام أمام قرية العنبرية مركز المنشاة محافظة سوهاج، مساء اليوم الأربعاء 29 من شهر يناير في العام 20 بعد 2000 من الميلاد، وذلك لحضور هذا الحفل الكريم المبارك احتفالا واحتفال لحفل زفاف الأستاذ محمد عاطف عثمان كعربان على كريمة الحاج الديب همام أبو جود. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف. اللهم آمين يا رب العالمين. وخير ما يحتفى به ونحيي به هذا الحفل الكريم المبارك بتلاوة المباركة من القرآن الكريم معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من أعلام قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، بيت قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ صديق محمود صديق البنشاوي. أخوة الإيمان والإسلام، والآن نعيش مع كلمة الوعظ والإرشاد من الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ ثابت توفيق أبو عشرة، فليتفضل مشكورا. إن شاء الله نجلس يا إخواننا حتى نستفيد.
تفضلوا بلاش تصفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. أما بعد، طلب مني بعض الإخوة من مركز المنشاة أن أتحدث عن موضوع جبر الخواطر، فمن باب جبر خاطره ومن باب تلبية طلبه أتحدث معكم عن جبر الخواطر. قديما قال الآباء والأجداد: جبر الخواطر على الله. والعلماء يقولون: ما عبد الله سبحانه وتعالى بعبادة أفضل من عبادة جبر الخواطر. جبر الخواطر عبارة عن كلمات بسيطة: شكرا، ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك، أنا آسف، حقك على راسي، سامحني، ما تزعلش مني، والله ما كان قصدي، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. كلمات بسيطة جدا في منطوقها، لكن عظيمة جدا في تأثيرها ومفعولها. إذا تحدثت مع شخص كبير في السن، قل له: يا عم فلان، يا خال فلان، وإذا كان صاحب منصب فأنزله منزله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. قل له: حضرتك، معاليك، سيادتك، سعادتك، فخامتك، ضخامتك، أسعد الله أيامك وأعلى مقامك وكفر آثامك، سوف تجد من الناس من يقول عنك بأنك بكاش، لا تصدقهم، هؤلاء هم عديم الأدب، هؤلاء يريدون منا أن يكون الواحد منا دبش أو غشيم في أسلوبه، ويقول الواحد منهم: أنا صريح وأقول للأعور أنت أعور في عينه. في الحقيقة هذه ليست صراحة وإنما هي وقاحة. يقول العلماء: من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر. وصاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من أراد أن يحمي أولاده من المصائب، من أراد أن يحمي صحته من الأمراض،
فليجبر بخاطر الإنسان، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. وقديما قالوا إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه. فيا أخي أجبر بخاطر الناس، أطعم جائعا، أكس عاريا، ساعد محتاجا، ارحم ضعيفا، سامح مسيئا، أغس ملهوفا، شيع جنازة، أكرم ضيفا، أكفل يتيما، خذ بيد أعمى، أستر مسلما، دل التائه على الطريق الصحيح، أصلح بين متخاصمين، اقض دين إنسان مديون، عيش خداما للمسلمين، ولا تجعل للشيطان فرصة أن يوسوس لك أن فلانا لا يعرفك إلا في وقت المصلحة. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. جبر الخواطر، هو إنك ترحب بي ورحب بيك، توسع لي في المجلس وتجلسني بجوارك. جبر الخواطر، نتقابل في مطعم، أنت تقوم بدفع الحساب أو أنا أقوم بدفع الحساب. جبر الخواطر، إنك تكون ماشي بسيارتك وتركبني معاك، زوجتك أم أولادك صنعت لك طعاما، أشكرها واجبر بخاطرها. جبر الخواطر عبارة عن حضور عرس وتشييع جنازة وزيارة مريض، جامل الناس. أنت مثلا تهديني وجعا وتقول لي أنا آسف، وأنا أجاملك وأقول لك عادي وليهمك، كل هذا من جبر الخواطر. جبر الخواطر، بنت مثلا لم تتزوج وتريد أن تتزوج، أجبر بخاطرها وابحث لها عن عريس أو تزوجها أنت، والله ما أجمل أن يكون همك همي. امرأة كبيرة في السن، ركز معي جيدا، امرأة كبيرة في السن تبيع في الشارع ربطة الخضار بخمس جنيهات، أجبر بخاطرها وأعطها عشر جنيهات. يا جماعة ما ينفعش نفاصل مع بائعة الفجل والجرجير والبصل بثلاث جنيهات بدل من الخمس جنيهات. أنت تفاصل في جنيهات وينصب عليك بالمئة ألف وبالنصف مليون. يا أحبابي لا تجادلوا ولا تفاصلوا مع المساكين والفقراء، لا تكسروا قلوب الضعفاء. أنت أحيانا تذهب إلى بعض الأماكن الخاصة وتشرب كوب العصير بثمانين جنيه. نفس عميق واستعد للسؤال القادم، بالله عليك هل تجرؤ أن تفاصل أو أن تجادل عند دفع فاتورة الحساب؟ طبعا لا، تخاف على وضعك أمام الناس، بل أنت تعطي العامل مئة جنيه وتقول له الباقي من أجلك، إن الفشخرة سوف تدمرنا جميعا. أما الفقراء فكان الله في عونهم. يا حبيبي كن أنت الشخص الذي عندما يراه الناس يقولون ما زالت الدنيا بخير، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. من جبر الخواطر قضاء مصالح الناس. فلان رجل مسكين ولا يستطيع أن يصل إلى المسؤولين، وأنت لك وجاهة، استغل وجاهتك يا أخي في خدمة الناس. أخوك وابن عمك
أنهكته الديون وعضه الفقر بنابه. ساعد إياك أن تبخل على أقاربك بالمال. يقول عمر بن عبد العزيز عن البخل: لو كان البخل صوبا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. والله العظيم عار عليك أن تتقلب في أنواع النعيم والرفاهية وأنت تعرف أن واحدا من أقاربك أزلته الديون، والدين هم بالليل ومذلة بالنهار. إياك أن تكون بخيلا أو لئيما مع أقاربك في سداد الديون. اسمع ماذا قال الإمام علي بن أبي طالب عن اللئيم: قال: لحفر بئرين بإبرتين، ونقل بحرين كبيرين بقلتين، وكنس أرض الحجاز بريشتين، وغسل حمارين أسودين حتى يصيرا كأبيضين. خير لي من أن أقف على باب لئيم لسداد دين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين. الصحابة أحب النبي حبا يفوق حد الخيال. لماذا؟ لأنه كان واحدا منهم، كان يتوسط لهم، كان يشفع لهم، كان يرفع الظلم عن المظلوم، كان يقضي ديونهم، يفرج كروبهم، يعلم جاهلهم، يطعم جائعهم، يكسو عاريهم، يسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، يداعبهم، يجلسهم في حجره. فيا أخي كن قاضيا لمصالح الناس، طالما أنك مقتدر على قضاء مصالح الناس فاقض مصالح الناس. يقول الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، فالأيام تارات. واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت، إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فيا عبد الله، إذا كنت ساعيا في قضاء حوائج الناس فاعلم أن الله تبارك وتعالى يحبك، طالما أن أعمالك تقصد بها وجه الله. لكن لا تنفش ريشك بين الناس كالطواويس وتجلس وتفتخر في قضاء مصالح الناس وتقول: أنا الذي أنهيت لفلان مصلحته، وأنا الذي رددت له امرأته، وأنا الذي قضيت عنه دينه. إذا كانت هذه هي نيتك فلا أجر لك، وسعيك مردود علي. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
الصحابة كانت أعمالهم لله. قال أحد السلف: قل لمن لا يخلص لا تتعب. الصحابة كانوا يقضون مصالح بعض. رحم الله الصحابة، كان الواحد منهم يرسل إلى أخيه ويقول: أخي في الله، لي عندك حاجة، فإن قضيتها لي حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها لي حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور تجري بمقادير الله. أيها المسلمون، نحن أمة واحدة، يفترض أن نكون كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص. يا حبيبي، اجعل لهموم الأمة موقعا في قلبك. إذا حضر طعامك فتذكر جوع إخوانك. إذا أمنت مع أسرتك فاذكر أسرا مذعورة منكوبة لإخوانك، ثم ابذل لهم من ضروريات حياتك ما أمكنك. يا أيها التاجر الميسور، ابذل مالك. يا ذا الجاه والمنصب، اسعى بسلطانك. يا ذا العلم، بصر وعلم بلسانك. يا أيها الإعلامي والكاتب، ناضل بمدادك. يا أيها الضعيف الذي لا يملك شيئا، اضرع لمولاك. إنما تنصر الأمة بدعائك. وأنصحكم يا أحبابي، اهتموا بالفقراء، فالفقراء في حاجة ماسة إلى المساعدة. والله يا جماعة، الحياة أصبحت صعبة، والناس فيها اللي مكفيها، محدش بحس بوجع حد، كل واحد في دوامته، فلازم نراعي ظروف بعض. خليكم رحماء بالفقراء، فعندما تباع الإنسانية الفقراء وحدهم من يدفعون الثمن. هل تعلم أنك إن جبرت بخاطر الناس أنك سوف تكسب قلوب الناس؟ أي إنسان بيقضي مصالح الناس وصاحب لسان مؤدب يختطف قلوب الناس. فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها. نعم، أكبر مفتاح لقلب أي إنسان هو أن تحسن إليه، أن تنصحه، تقدم له هدية، تعينه على حل مشكلة، تقف معه في أزمته، تكشف عنه كربه، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تتكلم معه بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. فليس من الإنسانية أن تعيش أنانيا لنفسك، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنصيحتي لكم: اهتموا بالفقراء، ولا تخشى من الأرزاق، أنفق على الناس، والله سبحانه وتعالى سوف يعوض عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. أكثر ما يقلق الناس في هذا الزمان هو الخوف على الأرزاق، مع أن قضية الرزق قضية محسومة،
الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لجميع خلقه، فقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء رزقها على الله، ولو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. قيل لبعض الصالحين: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار، فقال: والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. والحسن البصري قال له صاحبه: ماذا سنأكل غدا؟ فقال له الحسن: وهل طالبنا الله بعمل غد حتى نطالبه برزق غد؟ فكن على يقين يا عبد الله أننا لن نموت حتى نستوفي الأرزاق، فما قدر لماضغيك أن يمضغا فلا بد أن يمضغا، فويحك كله بعز الحلال ولا تأكله بذل الحرام، فما كان لك من رزق مقسوم سوف يأتيك على ضعفك، وما كان لغيرك فلن تناله بقوتك. وليس الغنى سببه الزكاة، كما أن الفقر ليس سببه الغباء، فلا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا راحة في الدنيا ولا راد لقضاء الله وقدره ولا سلامة من ألسنة الخلق. رزقك سوف يأتيك، لكن لا تستعجل، لا تسرق، لا تأخذ رشوة، لا تحارب الناس في أرزاقهم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الله هو مقسم الأرزاق وموزعها بحكمته البالغة، شيئان نحمد الله أنهما بيده لا بيد غيره: الآجال والأرزاق، لأن الآجال والأرزاق لو كانت بأيدينا لافترينا وتجبرنا. واعلم يا حبيبي أن الرزق ليس مقصورا في المال فحسب، وإنما الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا. فالصحة رزق، والزوجة الصالحة رزق، حب الناس لك رزق، أن الله يبعد عنك المشاكل والهموم هذا رزق، والأخلاق أرزاق، الناس فيها بين غني وفقير، والمال أدنى درجات الرزق، والصحة والعافية أعلى درجات الرزق. والإسلام أمرك بالبحث عن الأرزاق. وأختم بهذه اللفتة الجميلة البديعة: الإسلام حسك على الأرزاق، وحسك على العمل، وحسك على التجارة. الأنبياء كلهم كانوا أصحاب حرف وعمل. إدريس عليه السلام كان خياطا، داود عليه السلام كان حدادا، زكريا عليه السلام كان نجارا، موسى عليه السلام رعى الغنم استئجارا، وسيدنا محمد
كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، فالعمل شرف والبطالة تلف، وسف التراب أهون من الوقوف على الأبواب، واليد العليا خير من اليد السفلى، والغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. فيا أحبابي اهتموا بالعمل، اهتموا بالتجارة، وألفت أنظاركم، التجارة والعمل أفضل من الوظيفة، لأن الموظف في منتصف الشهر يعلن إفلاسه، أما التاجر الناجح فقد يكسب في اليوم الواحد 1000 جنيه، أما الموظف يعيش موظفا ويموت موظفا. ما سمعنا عن موظف اشترى عمارة أو فدان أرض، يقول العلماء 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة. فيا أمة الإسلام اهتموا بالعمل واهتموا بالتجارة، وأكثر شيء سبب من أسباب ضيق الرزق الوقوع في الزنا. الزنا سبب من أسباب ضيق الأرزاق. ذكر الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء أن زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب صعد على الكعبة في الجاهلية ونادى على قريش: يا معشر قريش، إياكم والزنا، فإنه يورث الفقر ولو بعد حين. والإخوة السوريون في حلب وحمص وحماه ودمشق يقولون بلهجتهم: يا زلمة، يعني يا رجل، يا زلمة، ما يصير زنا وغنى، ما يصير زنا وغنى، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي النهاية أبارك للعريس، لابن الحاج عاطف عثمان، على هذا الزواج المبارك، وأنبه على العريس، ودائما وأبدا في خطبي أنبه هذا التنبيه على العرسان: اهتم بأمك، إياك بعد الزواج أن تهمل أمك. الأم كالعمر لا تتكرر مرتين، وكل البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم. اسمع يا من تدخل على أمك بكيس الفاكهة وتركب على السلم على أطراف أصابعك حتى لا تأخذ منك أمك عنقود عنب أو علبة زبادي. حسبي الله ونعم الوكيل في أي شخص بيفعل هذه الأفعال. يا حبيبي أمك لن تنساك، أما زوجتك والله لو مت صغيرا أو طلقتها سوف تتزوج عليك وتنساك. يا حبيبي أمك باب من أبواب الجنة، أما زوجتك ليست بابا من أبواب الجنة. وسمعنا عن الذي يضرب أمه من أجل زوجته: قطع الله يديك وأعمى الله عينيك. أنا لا أتخيل إنسانا يشتم أمه من أجل زوجته. يقول ابن عمر عن الأم: والله لو ألنت لها الكلام وأطعمت لها الطعام
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ونصيحتي لك أيها العريس، حافظ على الصلوات الخمس، حافظ على جيرانك، حافظ على صلاة الفجر، فهذا كله من الإسلام. نبارك للحاج عاطف عثمان على هذا الزواج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين الحسنات. للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وإن شاء الله عقبال زواج أولادكم، وعقبال لما تجوزش يتجوز، وعقبال لما يتجوز إن شاء الله ربنا يكرمك بمرة تاني. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على رمز الكمال وكمال الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخوتي الإيمان والإسلام، في هذا الحفل الكريم المبارك الذي يحتفل جميع عائلة آل كعربان بقرية العنبرية مركز المنشأة محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الأربعاء 29 من شهر يناير في العام 20 بعد 2000 من الميلاد. في هذا الحفل الكريم المبارك نحتفل بزفاف الأستاذ محمد عاطف عثمان كعربان على كريمة الحاج الديب همام أبو الجود. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف، اللهم آمين يا رب العالمين. فالإيمان والإسلام، نعيش مع مأدبة القرآن، آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ بيت قراء القرآن الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن في ذلك أولم يروا إلى لا
قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري وينطلق لساني قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري وينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وَإِذْ نَادَى رَبُّهُ
ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. قال رب إني أخاف أن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال ألم نر ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنا
وتلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فعلتها Oh.
قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ولكن رسولكم الذي أرسل إليكم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به فألقى عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
قال للملك حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع السحرة لميقات وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم
قال نعم فإذا هي تلقف ما يأفكون
فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم لو قطعنا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إن في ذلك
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبري بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة خلقا أم السماء بنيها.
رفاسا كهافا سويبا وأضش ليلها وأخرج بقيا رفاسا كافا سويدا وأطش ليلها وأخرج ضحيا
فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة
يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى جزى الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقل القران عظما وسلسلا الله يفتح عليك يا شيخ صديق بالله عليك بلاش دخل ابوك كان كريم يا شيخ صديق شوف الحق اهدنا الصراط المستقيم صراط
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف
كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه كلنا آمن بالله كلنا آمن بالله كلنا آمن بالله وملائكته غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في هذه الآيات البينات تتم فضيلة الأستاذ الكبير بيت قراء القرآن فضيلة الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي إحياء هذا الحفل الكريم المبارك مع تحيات الهندسة لزعيم ومؤثرات صوتية سرادق وإنارة ديزل التوليد مع تحيات أولاد الشيخ رضوان حسن بالشولة مركز المنشأة محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية لإقامة السرادقات بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. من السرادقة المقام أمام منزل وديوان الحج عاطف عثمان كعربان عائلة آل كعربان بقرية العنبرية مركز المنشأة محافظة سوهاج جمهورية مصر العربية مساء اليوم الأربعاء 29 من شهر يناير في العام 20 بعد 2000 من الميلاد احتفالا واحتفال لحفل زفاف الأستاذ محمد عاطف عثمان كعربان على كريمة الحاج الديب همام أبو الدوب. اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف. اللهم آمين يا رب العالمين. ندعو الله العلي القدير أن يبارك في هذا الحفل الكريم المبارك نيابة عن الحج عاطف عثمان كعربان وعن جميع عائلات آل كعربان وعن جميع عائلات قرية العنبرية. نتقدم بخالص الشكر السادة الضيوف الذين شرفونا في هذا الحفل الكريم المبارك من جميع محافظات جمهورية مصر العربية. أيها السادة العاقبة عندكم في المسرات نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.